الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العلي العظيم. خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى النبي وآله الصلوات والسلام، دعا لذريته وهذا الدعاء قد حكاه القرآن الكريم. قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هكذا دعا إبراهيم. الله سبحانه وتعالى استجاب هذا الدعاء، ولكن بشكل أفضل مما دعاه إبراهيم. إبراهيم في دعائه قدم التعليم على التزكية، قال: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الله سبحانه وتعالى استجاب هذا الدعاء، ولكن قدم التزكية على التعليم، فقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في آية قرآنية أخرى، في نعمة أو منة بعثة النبي صلى الله عليه وآله، الله عز وجل يقول: لقد من الله على المؤمنين
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في آية ثالثة قرآنية يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الناس: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. إبراهيم قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، الله عز وجل استجاب ولكن جعل التزكية قبل التعليم. في كل الآيات هذه قدم التزكية على التعليم. لماذا؟ لأن التزكية أهم أولى من التعليم. التزكية مقدمة على التعليم بالأولوية وبالأولية أيضا. يعني التزكية وحدها، التزكية بذاتها لها قيمة مع قطع النظر عن الأشياء الأخرى، أما العلم بذاته ليس له قيمة. العلم إذا اقترن بالتزكية يكون له قيمة، العلم بدون التزكية قد يكون خطيرا جدا، قد يوقع العلم بدون التزكية قد يوقع الإنسان إلى قعر جهنم. لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. العلم وحده خطير جدا خطير. العلم قيمته ليست قيمة ذاتية، العلم مع التزكية يكون له قيمة، أما التزكية بحد ذاتها لها قيمة. لاحظوا في هذه القضية في التركيز على التزكية أو التركيز على العلم، هناك خطأان كبيران يقع فيهما، خطأان كبيران مدمران أحيانا يقع فيهما كثير من الناس. المجتمعات تقع في هذين الخطأين، خطران وخطأان. أولا أن كثيرا من الآباء والأمهات جزء معتنى به من جهودهم تصرف في تعليم أولادهم، هذا خطأ فادح. الأب ليس تكليفه التعليم للأولاد، الأب تكليفه التربية، الأم تكليفها التربية، واجب الأبوين التهذيب والتزكية للتعليم. ليس من واجبات الأبوين تعليم أبنائهم وبناتهم، التعليم ملقى على المعلم، على المدارس، المعاهد العلمية، الدورات الإيمانية، المساجد، الحسينيات، هذه يلزم أن تعلم. أنت كأب تكليفك تهذيب أولادك، أنت كأم تكليفك تزكية أولادك، تزكية أولادك، هذا هو تكليفه الأبوين، واجب الأبوين. على حساب هذا ينشغل الأبوان بالتعليم. يعني ماذا؟ يعني أنت كأب، أنت كأم عندكما حصة معينة في قبول الأولاد منكما. مثلا ولد معين هذا يتقبل في كل يوم 10 أوامر من الأب، أنت تحتاج كل هذه 10 تصبها في تزكيته
في تربيته، في تهذيبه، في تأديبه. إذا صرفت جزء من هذه العشرة، خمسة أوامر جعلتها لتعليمه، أدرس، أكتب الشيء الفلاني، الواجبات الكذائية المدرسية أعملها، فإذا نقصت من حصتك في تربيته، وأساسا واجبك ذاك لا هذا، واجبك التربية لا واجبك التعليم. حصتك أنت تحتاجها، وهذه حصة. أنا كمثال أقول عشرة أوامر، لا، ممكن ولد آخر يتقبل من أبويه مئة أمر في كل يوم. أقول عندما تكون لك حصة، كل إنسان له حصة، الأبوان أيضا في نفوس أبنائهما وبناتهما حصة معينة، يعني حاوية، يعني ظرف معين، يعني حد معين. إذا كانت الأوامر أكثر من هذا الحد، بالضبط كما لو جعلته في حاوية، هذا الأمر الأخير يسقط، لا يؤثر. مقدار معين من الممكن أن يتقبل كل إنسان من كل إنسان، بما في ذلك الأولاد من الآباء والأمهات، هناك حصة معينة. هذه الحصة أنت إذا صرفت جزءا منها في تعليم الأولاد، بنفس النسبة ستقل حصتك في تربيتهم، وأساسا أنت تكليفك التربية. نعم، من واجبات الآباء والأمهات توجيه الأبناء والبنات إلى معاهد علمية، إلى المدارس، إلى كذا، توجيههم، لا أنت تتكفل تعليم الولد، تعليم البنت. أنت أب، أنت واجبك التربية. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني، وهذا الخطأ قبل سنوات، بعض البلاد المتقدمة في هذه المجالات انتبهت إليها، ولكن أكثر البلاد إلى الآن مو منتبه، لم تنتبه إلى هذه المشكلة، هذا الخطأ. التعليم يلزم أن يكون في المدارس، في الجامعات، في المعاهد العلمية. جزء من التعليم المدارس توجهه إلى البيوت والمنازل. في بعض البلاد المتطورة اليوم لا يوجد هكذا شيء. الطفل، الطالب يخرج من المعهد العلمي، من المدرسة، يرجع إلى الدار، خلاص في الدار لا توجد واجبات علمية، الدار، المنزل مهيئ لشيء آخر، لا للتعليم ولا للتعلم. لا علينا، المدارس توجه جزءا من تعليم الطلبة إلى منازلهم، واجبات، واجبات مدرسية يلزم أن يؤديها الطالب في المنزل، لا بأس، لنفرض هذه الطريقة صحيحة، ولكن يلزم أن تكون الواجبات بشكل يؤديها الطالب بنفسه، لا أن يحتاج إلى أمه تجلس عنده تعلمه هكذا. الأم يلزم أن تتعلم لأنها تريد أن تعلم الولد، الأب يلزم أن يتعلم لأنه يريد أن يعلم الولد. هذا خطأ. حاجته إلى من يعلم يلزم أن تقضى في المدرسة. نعم يريد أن يكمل، لو كان صحيحا، هذا محل كلام، لو كان صحيحا يريد أن يكمل البرنامج العلمي، يلزم أن يكمل البرنامج العلمي في المنزل بوحده. المعلم يحول جزء من التعليم على الآباء والأمهات، يعني المعلم أخذ من حصة الأب والأم الحصة التربوية جعلها في خانة التعليم. يعني التعليم صار شيء جدا مهم، أخذ مساحة أكبر من اللازم، على حساب ماذا؟ على حساب التزكية، على حساب التهذيب، على حساب التربية. يخرج علماء غير مهذبين، غير مزكين،
كم عندنا؟ التركيز كان على التعليم، التعليم أخذ الحصة الكبرى، مع أن القرآن الكريم يصرح التزكية أولا. التزكية لها أولوية، والتزكية هذا أولوية، والتزكية لها أولية. أولوية أهمية، أولية يعني ماذا؟ يعني كرتبة يلزم أن تكون التزكية قبل العلم. إخواني أقول كلمة الفكرة كلها تتضح، لأن الكلمة واضحة. العلم سلاح، أليس كذلك؟ التزكية توجد الانضباط. من المعقول أن تعطي السلاح بيد شخص غير منضبط؟ في الجيش، في الشرطة، الأفراد الذين يمتلكون أسلحة تعطى لهم أسلحة بدون أن تكون هناك حالة انضباط في الشخص؟ أبدا. السلاح بدون الانضباط قد يوجد فاجعة، العلم بدون التزكية قد يوجد فاجعة. العلم سلاح، التزكية انضباط. فالتزكية لها تقدم أولوي أهمية، ولها تقدم أولي قبل العلم. طبعا لا أقول الإنسان يتعلم وهو كبير بعد أن زكى نفسه، أقول عموما يلزم أن تبدأ التزكية قبل العلم. زكه أولا ثم علمه. هذا لاحظوا إخواني، هذه الآيات المباركة التي تحدثت عن بعض أدوار النبي صلى الله عليه وآله قدمت التزكية على ماذا؟ على أعظم، أفضل، أكبر، أهم علم، علم الكتاب والحكمة. هذا أهم علم، لا العلوم العادية، أهم علم، وهو علم الكتاب والحكمة. هذا العلم الأهم الله عز وجل قدم التزكية عليه، ناهيك ببقية العلوم التي ليس لها هذه الدرجة من الأهمية. يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا ليس معناه أن العلم ليس له أهمية، هذا ليس تقليلا من مقام العلم، إنما يلزم أن نعرف حدود الأشياء. والقضية لا تقتصر على جهود الآباء والأمهات، عموما القدرات التي يمتلكها الآباء والأمهات، كم من هذه القدرات يصرفونها في تعليم الأولاد؟ كم من هذه القدرات يصرفونها في تزكية الأولاد؟ أموالهم، كم من المال تصرفه في تعليم أولادك؟ وفي المقابل كم من المال تصرفه في تزكية أولادك؟ فكرك كم يكون في تعليم أولادك؟ كم يكون في تزكية أولادك؟ اهتمامك، الهم الذي يكون في قلبك تجاه أولادك، كم منه يكون في تعليمهم؟ كم منه يكون في تزكيتهم؟ أحيانا المعادلة تنقلب، المعادلة المقلوبة لا تنتج إنتاجا صحيحا. وأما إذا كانت النفس مزكاة وتوجه الشخص إلى العلم يحقق شيئا نادرا. العلماء الذين زكوا أنفسهم يرتقون إلى أعلى مستويات العلم. لماذا نجد بعض علمائنا يرتقون، يتعبون في مجال العلم؟ إخواني يصل عمره إلى 80 سنة، 90 سنة، أكثر، أقل، لا زال منكبا على التعلم والتعليم، وبدون مقابل. أنا لا أقول أخذ المال في مقابل العلم شيء سيء، لا، ولكن عموما يعطي من دون أي مقابل، من دون مقابل درهم واحد، من دون مقابل دينار واحد. لماذا؟ تزكية درجة عالية، صار العلم مع هذه التزكية.
لا نقلل من مقام العلم، ولكن ترتيب العلم يلزم أن يكون مبينا، لا يكون العلم يأخذ حصة الحصة الكبرى مني. التزكية والتعليم، اقرأوا حياة هؤلاء العلماء، حقا بعضها لا أقول معجزة بمصطلح المعجزة، ولكن شيء إعجازي، شيء عجيب، يكاد الإنسان لا يصدق أصلا، ولكن هذا الشيء الواقع. شريف العلماء توفي عمره 35 سنة، تلميذ من تلاميذه الشيخ الأنصاري، الشاب عمره 35 سنة، كيف وصل؟ تزكية جعل معها العلم، صار شيء غريب استثنائي. سيد محمد جواد العاملي هذا الفقيه الكبير كيف وصل؟ العلامة الحلي كيف صار العلامة الحلي؟ المحقق الأردبيلي كيف صار المحقق الأردبيلي؟ إنسان يقرأ تاريخ هؤلاء، حياة هؤلاء، يستغرب. الشهيد الأول يكتب في السجن كتابا في 7 أيام، كتاب، كم قيمة هذا الكتاب؟ هو مسجون 7 أيام فقط، أسبوع، كتاب اللمعة الدمشقية، كتاب مختصر، فقه مختصر، هذا الفقه المختصر كلماته اليوم تدرس في السجن. الإنسان في السجن عنده فكر؟ في السجن الذي انتهى بإعدامه، بقتله، بقطع رأسه وإحراق جثته، وهو كان يعلم، يعني الوضع ما كان في السجن عادي، يكتب هكذا كتاب، كيف وصل؟ عالم، عالم بهذا المستوى. محمد بن أبي عمير، محمد بن زياد الأزدي، هذا الشخص لا أقول نادر في زمانه، أقول نادر في تاريخ البشر، تاجر، محمد بن أبي عمير بياع السابري، الكلمة هذه تتكرر كثيرا عند العلماء، معروف، السابري، السابري نوع ثوب فخم، ثوب غالي يعتبر، رقيق في نفس الوقت محكم جدا، مشهور السابري، بياع السابري، في بعض المصادر كان بزازا، بزاز الذي يبيع الخامات. بلغ مبلغا عظيما، العباسيون أخذوه، سجنوه، لماذا؟ فقط وفقط أنت كان من أصحاب الإمام الأئمة الكاظم والرضا والجواد صلوات الله عليهم، أنت من خواص الأئمة صلوات الله عليهم، تعرف من هم الخواص من شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، اذكر أسماءهم حتى يعتقلوهم، حتى يؤذوهم، حتى يقتلوهم إلى آخره، سجنوه على أقل التقادير، سجن 4 سنوات، على الأصح المشهور سجن 17 عاما، عمر يعني، وعذب أيما تعذيب في هذا السجن، ضرب 1000 خشبة، خشبة فيها مسامير على التعذيب. في السجن الثاني ضرب 120 خشبة، ضرب حسب التقديرات ما يقارب أو ما يزيد على 1000 خشبة، ضرب الخشبة التي فيها المسامير، عذب أيما تعذيب، ما نطق بكلمة، ما ذكر اسم واحد من الشيعة. كيف تمكن؟ تزكية عالية تحت هكذا تعذيب. كان إنسانا ثريا، صادروا كل أمواله، خرج صفر اليدين، تكلم، خضع، أبد، أقول كلمة أورط شخصا مؤمنا، لا أتحمل. يقول ذات مرة تحت التعذيب الشديد، بعد أن بلغ به في مكان واحد ضربوه 1000 خشبة، انظر كيف
أصبح جسمه بالمسامير، يقول مجرد خطور بالبال ما نوى شيئا، خطر في بالي، أصلا ما كان يخطر بباله يذكر أسماء أشياء، ما كان، خطر في بالي أذكر أسماء بعضهم وأتخلص. بمجرد أن خطر في بالي رأيت يونس بن عبد الرحمن زميله، رأيت يونس بن عبد الرحمن كيف كان بمكاشفة إعجاز لا أعلم، فقال لي أذكر وقوفك بين يدي الله. خلاص مجرد أن خطر بباله سدد من قبل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كيف وصل إلى هذه المرحلة؟ إلى أن خرج من السجن وصادروا كل أمواله، ما نطق بكلمة، ما قال اسم شخص واحد، تزكية درجة عالية. عندما خرج من السجن صفر اليدين، لا يملك شيئا ولا شيء. كان قد استدان منه رجل من المؤمنين 10,000 درهم من قبل، سمع أن محمد بن أبي عمير خرج من السجن، باع داره بيته ذاك المؤمن 10,000 درهم وجاء بالمال إلى محمد بن أبي عمير، أنا كنت قد استدنت منك هذا المبلغ، جزاك الله خير الجزاء، هذا رد الدين. سأله ابن أبي عمير من أين لك؟ أنا أعرفك، ما عندك هكذا مال، هل ورثت شيئا؟ قال لا. قال هل حصلت على هبة، شخص وهب لك مالا؟ قال لا. قال من أين لك؟ قال بعت داري منزلي بيتي وجئت بالمال لك. فقال ابن أبي عمير له والله إني محتاج إلى درهم، ولكن ما يدخل من هذا المال في ملكي درهم، اذهب استرجع دارك، لا أخذ منك، أنت بعت دارك، الدار لا تباع في الدين، ما أقبل، أنا باختياري بعت داري. لا، تعلمون مثل هذا النموذج؟ رأيتم مثل هذا النموذج؟ مديون، أنا الآن محتاج، هو باع داره، يسكن في دار إيجار، يسكن في مكان ثاني، لا، من أين هذه الحالة؟ تزكية في درجة عالية. هذا الذي زكى نفسه هكذا تزكية، انظروا إلى علمه، نادرة في العلم، نادرة. كتب الكتاب ذاك اليوم بمثابة 5 كتب اليوم، بمثابة 10 كتب اليوم، كتب 94 كتابا، يعني 400 كتاب، 500 كتاب، 700 كتاب اليوم. كيف تمكن؟ كان ملجأ العلماء إذا اختلفوا، العلماء كانوا إذا اختلفوا في مسألة يأتون إليه، علماء الشيعة فقط لا، حتى علماء العامة إذا اختلفوا في مذهبهم، عالمان من علماء العامة اختلفا في مذهبهم أن هكذا رأي فلان أم لا، يأتون إلى محمد بن أبي عمير. أكثر من هذا، النصارى كانوا إذا اختلفوا فيما بينهم في دينهم يأتون إليه، يحتكمون إليه. رأيتم مثل هذا؟ درجة بهذا المستوى، يعني شخص بهذه الدرجة من العلم، نفس ذاك. إذا التزكية كانت عالية وجعلت معها العلم، الجسم يكون قويا جدا، مع التزكية الجسم يكون قويا، قويا في أي مجال؟ تجعله في العلم يصبح استثنائيا، يصبح محمد بن أبي عمير، يصبح سيد محمد جواد العاملي، يصبح المحقق الأردبيلي الذي مشهور بالمقدس الأردبيلي، في مجال العلم استثنائي المحقق الأردبيلي، يصبح هكذا. العلم شيء مهم، ولكن التزكية قبل العلم، لا يكون العلم له مجال أكبر من مجال التزكية، كأهمية، كأولوية وكأولية. لا، الصحيح قوله سبحانه وتعالى يتلو عليكم آياتنا
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، في آية قرآنية أخرى. سمعتم قد أفلح من تعلم؟ أنا ما سمعت في القرآن، ما موجود في الرواية الشريفة، موجود هذا الشيء قد أفلح من تعلم؟ أنا ما سمعت. قد أفلح من تزكى، التزكية لها الأساس. نعم، يكون العلم مع التزكية أيضا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. نقطة قرآنية فقط أذكرها وأنتهي. الآية المباركة تقول هو الذي بعث في الأميين، أم القرى، رسولا منهم، منهم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. ولكن عندما يصل إلى المؤمنين هذا تعظيم للمؤمنين من الله سبحانه وتعالى، لا يقول منهم، يقول من أنفسهم. جدا رائع، القرآن جدا عظيم. هنا يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كما أرسلنا رسولا، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. ولكن يصل إلى المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين. أولا جعل هذه المن، أرسلنا رسولا منكم، هناك بعث في الأميين رسولا منهم، ولكن هنا المن تكون على المؤمنين. أولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، لا منهم، من أنفسهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رسول الله من أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذا الرسول العظيم وببركات أهل بيته الطاهرين أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.